السلام عليكم، وياكم محمد من قناة تك تايم. جهاز الاي 70 من سامسونج هاي السنة حقق نجاح منقطع النظير تماما، وهو أكثر جهاز انتشر من فئة الاي مختلف الأسواق العالمية، ولهذا سامسونج تريد تستثمر بهذا النجاح وتعززه بعد أكثر، وأعلنت بصورة رسمية عن إطلاق الجيل الجديد من هذا البطل اللي هو الاي 70 اس. فخليكم ويانا وفيديو جديد مراجعة سريعة لأبرز مواصفات الجهاز وسعره. أهلا بكم. نبدأ أول شيء بتصميم التليفون اللي مختلف بشيء عن الجيل القبلي، فهو أيضا مصنوع من البلاستيك زجاج المظهر، لكن سامسونج ضافت نقشات جميلة على الظهر، ألوان الأحمر والأسود والأبيض. يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو سيم، وأيضا موجود منفذ سماعات الجاك 3.5 ملم بالجزء الأسفل من الجهاز. بالنسبة للشاشة، فسامسونج واحدة من أفضل الشركات بصناعة الشاشات وعلى جميع المستويات، والاي 70 اس شاشته روعة من نوع الأموليد بدقة الفول اتش دي بلس 1080x2340 بكسل، كثافة بكسلات 393 بكسل لكل انج، قياس مثل الاي 70 العادي عند 6.7 انج. شاشة روعة وألوانها جميلة وتجربة المشاهدة بيها أروع ما يكون. أيضا النوتش موجود بسنتر الواجهة الأمامية من الشاشة، موجود به كاميرا السيلفي. أما العتاد، فسامسونج استعملت نفس المعالج اللي مستخدم بالأي 70 اللي هو الكوالكوم سناب دراجون 675، واللي ثبت جدارته وكفاءته وأداء السلس للاستعمال اليومي. معالج رسوميات من نوع الأديرينو 612، الرام 6 و8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت. أيضا يدعم مدخل بطاقة ذاكرة خارجية يوصل حتى 1 تيرا بايت. غالبية مستخدمين الأي 70 تشغيل الألعاب القوية مثل ببجي وفورتنايت سبب لهم ارتفاع بحرارته بشكل مبالغ به، لكن التحديثات المستمرة سببت استقرار الأداء، ولا تتوقع تلعب بالHD والجرافيك على شيء، لكن الأداء مستقر وجميل خصوصا بهيج شاشة عملاقة. نظام التشغيل هو الأندرويد باي بواجهة سامسونج One UI. بالنسبة للسيكوريتي والأمان، التليفون بي نظامين، الأول بصمة ضوئية تحت الشاشة، والثاني نظام الفيس أنلوك ثنائي الأبعاد. صحيح البصمة حصلت على هواي تحديثات بنسخة الاي 70 العادية، يلا قدرت سامسونج تخليها تعمل بسلاسة جيدة، لكن بعد التحديثات البصمة الضوئية بالاي 70 حاليا جيدة ومستقرة الأداء. صحيح مو سريعة كلش، لكن مقبولة. أما الكاميرات، فالتليفون بي 3 كاميرات بالظهر حال حال الاي 70، لكن التحديث الأكبر بهذا الجهاز عن الاي 70 هو بالكاميرا الرئيسية أو الكاميرا الأساسية، اللي صارت بأول تليفون من سامسونج يجي متحسسها العملاق 64 ميجا بكسل. هذا المتحسس يعمل بتقنية الايزو تتراسيال، يدمج لك 4 بكسلات او لقطات وينطيك لقطة واحدة رهيبة قوة 16 ميجا بكسل، يعني تفاصيل الصور راح تكون عالية حتى اذا كانت الاضاءة خافتة. الكاميرات البقية نفسهم الموجودات بالاي 70، كاميرا التليفوتو بقوة 5 ميجا بكسل f2.2 وبتقريب بصري 2x، والكاميرا الثالثة الترا وايد بقوة 8 ميجا بكسل f2.2 زاوية تصوير واسعة عند 117 درجة. الكاميرات الخلفية تدعم تسجيل الفيديوهات بدقة 4K بسرعة 30 أطار بالثانية. أيضا كاميرا السيلفي نفسها بقوة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة F2، وتدعم تسجيل الفيديوهات بدقة الفول اتش دي بسرعة 30 أطار بالثانية. أما البطارية، ماكو شيء جديد أو مختلف عن الـ A70، بسعة 4500 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط عن طريق منفذ الشحن الـ USB Type-C. البطارية تحتاج ساعة حتى تنشحن من 14% إلى 90%، لكن وبحسب تجارب صارت على الجهاز الشحن السريع ما يشتغل ورا 90%، حتى نوصل لل 100% تحتاج نص ساعة بعد ثانية، يعني حتى تشحن الجهاز فول وكامل 100% تحتاج ساعة ونص. بالنسبة للسعر، سامسونج أعلنت عليه نسخة الـ 6 و 128 جيجا بايت بسعر $410، ونسخة الـ 8 و 128 جيجا بايت بسعر $440. ماكو معلومات عن موعد إطلاقه للأسواق العالمية، وأكيد مثل ما معوديكم بقناتكم أي شيء نسمع عن الجهاز راح نخبركم به. بختام الفيديو أصدقائي، التليفون بصورة عامة جيد جدا وخيار مناسب لعشاق التصوير، وصحيح سامسونج ما قدمت به تحسينات كبيرة عن النسخة القبلة، لكن الكاميرا الأساسية هي أسطورية وحديدية والصور بها حيل حلوة، لكن حتى تحصله لازم تشمل أو تضيف فرق السعر بين نسخة الـ A70 والـ A70S، يعني بحدود الـ 80 أو 85 دولار تقريبا، لأن الـ A70 حاليا بسعر $325. فهل أنت مستعد تدفع هذا الفرق حتى تحصل كاميرا حديدية وقوية جدا بالتصوير؟ خصوصا عشاق الفلوقات والسنابات، الجواب راح يكون يمك، واتمنى تشاركونا رايكم بالتعليقات، انتم مستعدين تدفعون هذا الفرق؟ لهنا وخلص فيديونا لهذا اليوم، اتمنى استمتعتوا به، لايك وشير الفيديو اذا عجبكم، اشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم، تحياتي للجميع.